اهلا وسهلا بكم مع لاكي كيكس. انا مها كيك ارتست، والنهارده حابه اقدم لكم وصفه كيتونيه 100% كيتو ماك كيك. طعمها لذيذ وكله شوكولاته وكريمه وفواكه ولذيذه جدا جدا. مش بتاخد معانا غير 3 دقايق بس تجهيز وتحضير، وبالف هنا وشفا. يلا بينا نبدا وصفتنا. بنحضر ماك، بنحط فيه بيضه واحده، معاها شوية من الفانيليا، معلقتين كبار من الستيفيا، وبنقلب الخليط مع بعض كويس جدا. بنحط معلقة كبيرة من الزبدة السايلة، ربع كوباية من حليب اللوز أو حليب الجوز هند. بنقلب كل المكونات السائلة مع بعض، بعدين بنضيف بودرة اللوز أو دقيق اللوز، معاه ربع معلقة من البيكنج باودر، معلقة كبيرة من الكاكاو، وبنقلب الخليط. وكده الخليط بيكون جاهز معانا. بنتأكد بس إن هو كل المكونات دخلت مع بعض كويس جدا قبل ما ندخلها الميكرويف. بتدخل الميكروويف لمدة دقيقتين بالظبط وبتكون جاهزة معانا. ده بيكون شكلها قبل ما تدخل الميكروويف. بعد ما تطلع بالميكروويف بنسيبها تبرد وبنزينها بالكريمة. أنا هنا استخدمت كريم شانتي أو ويبين كريم، طب أو كريم فريش حسب الأسماء في الدول المختلفة، وطبعا التزيين ده حسب الرغبة. وبعدين زينتها بشوية فواكه كيتونية، راسبري، ستروبري، وده بيكون شكلها بألف هنا والشفاء. لذيذة جدا، وإن شاء الله تجربوها وتعجبكم. ما تنسوش الشير وسبسكرايب للقناة، ولو عجبتكم الوصفة ادوني لايك عشان أبتدي أعمل لكم وصفات كيتونية جديدة ولذيذة. كل سنة وانتم طيبين، تحياتي.